السلام عليكم خوتي، لاباس عليكم؟ شبانكم كلشي مزيان، كلشي بخير. توحشتكم بزاف، طولت عليكم في الغيبه وغبرت عليكم حتى من الفيديوهات وغبرت عليكم من السوشيال ميديا كامله. حاولت انني نعطي واحد شويه الراحه لراسي. صراحه ارتحيت واحد شويه وشفت شي حوايج اللي كان خاصني نديرهم من بعد هذاك المشكل اللي كان طرا، اللي نتوما في خباركم كاملين. يعني الواحد كياخذ النفس ديالو تيفكر في الحياه ديالو شنو غادي يدير ويستف. كنت خليت واحد ستوري ديالي في الانستغرام، درت فيها ديبوزي ان كيسيون وجاوني اسئله، بزاف ديال الاسئله جاوني، بغيت نجاوب عليهم كلهم وما قدرتش. الصراحه ما قدرتش نجاوب عليهم. انا اللي بغيت نقول لكم هو ان انا حياتي غادي نكملها بوحدي، وباللي هذه القناه هذه اللي درتها على قبلكم نتوما باش نتقرب منكم ونشارك معكم حياتي، لان ديجا كنت كنشارك معكم حياتي انايا شخصيه، يعني فاش كنت مزوج، وكنت كنشارك معكم حياتي العمليه وفي الدار ومع الوالده، كنت هادشي كله كنديرو في ستوري في الانستغرام. وعلاش فكرت علاش ما نجمعش الحياه ديالي الشخصيه والعمليه، نجمعهم في بلاصه واحده ونديروها فيديو ونتفرجوا فيها كاملين، وبيكم نتوما وبصدقكم نتوما، باش هاد القناه غادي تزيد لقدام. يعني نتوما الا عجبكم هذاك الشيء اللي انا تندير واللي نتوما مرتاحين فيه، ثقوا بيا غادي نزيدوا لقدام وغادي نمشيو بعيد. وانا اللي كيهمني هو انا راحت بالكم، واللي كيهمني هو راحتكم نتومايا، حيت نتوما باش انا وليت هنايا وبيكم باش انا داير فيديو كنهضر معاكم. واحد السؤال اللي كان عجبني بزاف، قال لي واحد السيد، واش كتفكر تزوج عاوتاني؟ من هنا 2030 ان شاء الله تندير 2030، وديك الساعه غادي نتزوج وغادي نعرض عليكم نتوما كلكم، غادي نعرض عليكم وغنديروا شي عرس يكون الفرق مزيان، وشوف داكشي خير الخير فيما اختاره الله. هادشي غادي نقول لكم.